المشكل اللي عندي انايا هو مع راجلي، حصلت عليه الخيانه الزوجيه، وبعد ما واجهته بهم ما تقبلش الامر وقال لي انا ما بقيتش بيتات الحياه الزوجيه كاع صافي. قال لي جي صافي غادي حوايجك غادي تلقايهم في الدار. جيت للدار لداري ولقيت نص تاع حوايجي كلشي تقريبا دا ليا، ما خلى ليا غير شي شريوطات هما اللي خلى ليا، ودا ليا الفلوس ديالي ديال الرهن الكونترادا، حيت الكونترادا بسميتو كنت درتها له، انا خديت كريدي من لابونك ودرت له الكونترادا بسميتو تاع الرهن، ودابا هو راه غابر عليا. ما جا عطاني فلوسي، ما دار معايا حتى حل، ما تيجاوبني لا في التليفون لا في والو، وانا دابا راه بغيت نخرج في الاخر ديال هذا الشهر، عندي كونترادا غتسالي نهار 31 في هذا الشهر، وما عنديش فين نمشي، ما عنديش، والوالده ديالتي مريضه، مرا كبيره هي اللي عندي، كاريه حتى هي تدير الدياليز، اختي مطلقه حتى هي بنيه، واختي الاخرى عندها 5 ديال الوليدات، يعني ما عندنا حتى شي معيل، ما عنديش الاب ديالي، ما عنديش اللي عيلني. انا كنت خدامه في ميزون دوت، ولكن ما هادشي اللي وقع، ما بقيتش خدامه، جلست ديك 40 فريق تعطينا لا سينيسيز هي اللي كنت عايشه بها هاد الايام. دابا انا عندي الكريدي ديال البنكه، ولكن ما عنديش منين نخلصو، وداكشي باش بغيت نخلصو راه داها ليا هاد 3 المليون اللي خديت، داها ليا دابا في سميتو داها ليا وغبر، ما بقاش كيجاوبني، ما بقاش كيبان ليا ما والو. كيفاش كنتي عايشه انت وراجلك في الفتره قبل وقع المشاكل؟ قبل في الاول كنا عايشين بخير وعلى خير كاي مرا وراجلها، ما كانت بيناتنا حتى شي حاجه. الفتره الاخرانيه بدا تيتبدل عليا، كل مره تيتبدل، ما بقاش ما تيسولش بزاف، ما تيديهاش فيها، ما عنده سوق. وانا تنقول ربما الخدمه حكم الخدمه ديالته، حكم سميتو ديالو، يمكن هذاك الشيء علاش ما كيسولش، اولا هذا الشيء اللي كنقول هي الخدمه ديالته اللي عنده بزاف، ما تيجيتهاش من وقيتها من الليل، هذاك الشيء اللي خلى انه هكا. انا ما اكتشفت الخيانه حتى ديك اللي معاه الصاحبه ديالته هي اللي زعيطات ليا، ما انا كون سميتو كاع ما نكتشف والو، غير سدى ربي ورضات الوالدين اللي بغاني نعرف هذاك الشيء. ناعسه ما بيا ما عليا، كان ولدي عيال ليا شويه شي ايامات، كان تيسهرني وعيت بالصهر، مشيت عند دارنا باش يعاونوني شويه، حيت هي مرض ليا بزاف، ما تينعش ليا الليل كامل، انا ومع الستريس والمرض ديالو خفت عليه حتى انا مرضت معاه. واحد بالليل كنكتشف انا جاوني ميساجات وجاتني ابيل من رقم ما كنعرفوش، ما عرفتش انا داك الرقم، ما قديتش نجاوب، ما جاوبتش ما والو. صافي مني نهار الاخر وريتو لاختي، قلت لها شوف راه شي حاجه جاتني، راه وانا ما متيقاش هادشي اللي جاني. قالت لي اختي صافي راه داكشي يمكن غير شي حاجه ماشي هكاك. خدات اختي رقم التليفون، اتصلت بهذاك الرقم، تتفاجئ بمره كتقول لها انا شكون هي، قالت لها انا راه مرات حفيظ. قالت لها كيفاش مرات حفيظ، راه مراته راه عنده وليد وهي. قالت لها كيفاش، انا صاحبتو راه عندي معاه علاقه ديال عام وموعدني بالزواج ودايرين في شهر 8 بينا نتزوجوا، بزاف ديال الحوايج ديال الخيانه اللي حصلت عليه انايا. ملي واجهتو انا بهذا الامر وبهذا الشيء ما نكرت حتى حاجه من هذا الشيء، ما نكرهاش. قال لك انايا ما عندي ما ندير لك، انايا اصلا ما بقيتش بيت الحياه الزوجيه، انا بيت حريتي، بيت نعيش الحريه ديالتي. قلت له حرام عليك هاد الولد وهاد الشيء، وانا اش درت لك اللي دير لي هاد الشيء كامل، اشنو درت لك، شنو هو ذنبي، شنو هو ذنبي، شنو غندير انا دابا، كيفاش جيتي ونزلت عليا بهذا الخبر كي الصاعقه، ما باقي عرفت راسي من رجلي، شنو غندير، صافي ما باقيش عرفت كاع شنو كندير، طحت سخفت ما باقيش عقلت على راسي، جاتني كريز، بقيت مسخفانه شحال. الدار كيعطيوني كيعطوني الماء والسكر، تيعاونوني ملي فقت، داك الشيء ما بغيش يدخل ليا لدماغي، ما تيقتش ديك الهضره، ما تيقتهاش، ما بغيش تدخل ليا لدماغي، تنقول ما يمكنش هذاك الانسان اللي انا كنت مزوجه به وكنت نعرفه ماشي هو هذا اللي دابا اللي كيقول لي هذه الهضره، ما يمكنش يكون هو هذا نهائيا، حيت انا كنت عايشه انا وياه واحد الحياه عاديه وبخير وعلى خير، وكنت دايره فيه واحد الثقه لله سبحانه وتعالى اللي مطلع بها، عمرني ما شكيت فيه نهائيا. دابا شنو انا تنطالب حاجه وحده، يرد ليا غير رزقي فقط، غير يمشي الله يسهل عليه وعليه، ما بيت منه حتى حاجه، يرد ليا رزقي، حيت عندي كونتر، عندي الكريديت البنكه، وعندي باقا تنخلص فيه حتى 2022 شهر 6 عاد بيسالي، يعني ما عنديش منين نخلصو، انا ما خداماش ما والو، دابا ما خدامه ما والو، هو هرب ليا به، ما بغاش يجي يبان لمالي للدار، ما بغاش يبان لهم، كيعيطوا له كيقول لها جيت فاهم مع مراتك، وجي عند مراتك هنا للدار عطيها رزقها. قال لهم نتلاقى انا وياكم على برا، نعطيكم الكونترا دا وعطيوني الفلوس، يعني شنو بغا يدير ليا فلوسي، وعارفهم ماشي فلوسو، عارفهم دياولي. انا هادشي كنطالب منه غير يجي يعطيني غير رزقي، ما بيت منه حتى حاجه، يعطيني رزقه، حيت انا ما عنديش باش نعيش هذاك الولد. الا دابا انا تقبضت في الحبس، انا الا قبضوني انا على قبل الكريدي اش غندير، شكون اللي بيهز لي انا داك الولد، شكون اللي بيهز لي داك الام، وولدي باقي يلاه عنده 9 شهور، انا ما غاديش تعقل عليا البنكه الا ما خلصتهاش،
وانا ما عنديش منين الله اللي مطلع عليا والله ما عندي شي حاجه غير خواتاتي اللي كيعاونوني في الحليب ديال الولد وفي لي كوش العائله هما اللي تيرفعوا عليا مره مره ما عندي لا منين نجيب حتى ريال الوالده ديالتي راهي المحسنين اللي كيديروا لها الدياليز وراه هي كارين ما عندنا حتى حاجه الله ياخذ فيه الحق انا شنو غتنقول حسبي الله ونعم الوكيل